للحديث عن هذه الآية العظيمة وشاهد ومشهود ما يتعلق بموافقة يوم الجمعة ليوم عرفة، أحسن الله إليكم، وهذه الدلالات العظيمة التي يستشفها المسلم. نعم، الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لهذه الآية في سورة البروج وشاهد ومشهود، الأكثر المفسرين على أن الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة. ولا شك أنها يوم الجمعة عيد أسبوعي ننعم به كثيرا وكلنا ينتظر ذلك اليوم، وأيضا يوم عرفة هو من أفضل الأيام عند الله، حتى اختلف فيه هل هو أفضل من يوم النحر أو يوم النحر أفضل على خلاف بين العلماء، لكن يبقى أنه من أفضل الأيام عند الله عز وجل. فالشاهد يوم الجمعة وفيه ما طلعت الشمس ولا غربت كما قال صلى الله عليه وسلم على أحد مثل يوم الجمعة، فيه يعني ساعة ما من يسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا أعطاه، فالإنسان يتحراها دائما كل جمعة. وكذلك هذا اليوم العظيم يوم عرفة الذي يجتمع فيه الناس وينزل الله عز وجل نزولا يليق بجلاله ويباهي بهؤلاء الحجاج الملائكة، ويقول عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا الفضل إذا اجتمع، فضل يوم الجمعة وفضل يوم عرفة، وأيضا اجتمع أيضا أن الإنسان لغير الحاج كان صائما، هذا فضل عظيم عند الله عز وجل. ومن رحمة الله عز وجل أن يمن على عباده أن يكون يوم عرفة يوم جمعة، هذا كأنه يقول للناس أريد أن أغفر لكم، أريد أن أنتم بس أقبلوا. كونه يصوم وفي يوم جمعة وفي يوم عرفة، تجتمع هذه الكرامة من الله عز وجل ليعطينا ليرحمنا. فالإنسان إذا ما يستغل هذا الأمر ويستثمر هذا الوقت في عبادة الله عز وجل واستحضار القلب لله تعالى، فإنه فاته الخير الكثير. اليوم الجمعة هذا اليوم فيه ساعة يعني تستجاب فيها الدعوة، يوم عرفة تستجاب فيه الدعوة. طيب ماذا نريد؟ ما نريد إلا فضل الله عز وجل، أن نقبل على الله عز وجل، أن تكون قلوبنا مخبتة خاشعة خاضعة لله عز وجل. هذا الذي يريدنا من الله عز وجل، ما يريد منا ترى كثرة الأدعية وأننا نبدأ نقول كلاما هنا وهناك وسجعا وكلاما منمقا، إنما كما قال أحد الصحابة عندما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم معه أحد الصحابة قال لا أجيد دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني أنت ماذا تقول؟ قالوا أنت وش تقول يعني؟ قال أنا أقول أسأل الله الجنة، قال حولها ندندن. يعني حتى لو تأملت كلام النبيين عليهم الصلاة والسلام في سورة الأنبياء، ما كان كثير أدعيتهم، ما كانت كثيرة، كانت ما تتجاوز حد سطر واحد، لكن القلب الذي كانوا يحملونه والنفس التي كانوا يدعون الله عز وجل بها هو المطلوب من المسلم. ليس المطلوب أن ينمق الكلام، مطلوب منه أن يكون هذا القلب خالص لله عز وجل، لا ينظر إلا لله عز وجل. ولذلك الشيطان قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ما قال ومن فوقهم. ليش؟ لأنه هذه فوق مع الله، الله ينزل عليك الرحمة ويجيب دعواتك وأنت ترفع هذه الأدعية لله عز وجل. ولذلك ما رؤي الشيطان في يوم أذل ولا أحقر ولا أذل من يوم عرفة، تجد أنه ذليل، يعني طول السنة جالس يسوي فيهم السوايا وفي عباد الله ويفعل الأفاعيل ويضلهم ويمنيهم ويجلب عليهم بخيله ورجله، ومع ذلك يأتي يوم واحد يكون فيه الخسار له والذلة والحقران، حتى أنه يتطاول يريد أن يعني يريد أن تناله رحمة الله مما يرى من مغفرة الله عز وجل لعباده. فحريم بالمسلم أن يستغل هذا اليوم ويستثمره فيما ينفعه، نحضر القلب لله. الله عز وجل ما يريد منا ترى هذا الكلام. بعض الناس عنده لست من الأدعية كتاب كبير ويقرأه قراءة، ما يريد الله منا ذلك، يريد أن يكون هذا القلب فقط وحده لله. إذا كنت تدعو والقلب هذا ينظر إلى غير الله فراجع نفسك، فإنك
لن يستجيب الله عز وجل لك وأنت تدعوه بقلب غافل لله كما قال عليه الصلاة والسلام، ولن يستجيب لك أن تدعوه بإثم أو قطيعة رحم، ولن يستجيب لك وأن تستعجل. إنما الله عز وجل أعلم بما يصلح لك وما يصلحك، فأدعو الله والله عز وجل سيعطيك بما يصلحك ويصلح لك، وثق بوعد الله عز وجل وأحسن الظن به، فما ظنكم برب العالمين. وأن الله عز وجل كما قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. إذا أنت ظنيت بالله عز وجل فالله عز وجل يعطيك على حسب ظنك. ماذا تظن؟ تظن أنه سيغفر لك؟ سيغفر لك. تظن أنه سيرحمك؟ سيرحمك. لكن إذا كنت مشككا، إذا كنت عندك تردد، إذا كنت عندك نوع من عدم يعني الثقة بالله بأنه سيستجيب لك، فأنت لن يستجيب لك، لأنك أنت المشكلة. الله عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني، ما قال قل يا محمد، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، مباشرة أجاب لقربه جل جلاله: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سيحصل لك الرشاد والفوز والفلاح. جميل، الله حسن.